وحول الموضوع ينضم إلينا رسلان غنايم، مستشار تجاري واقتصادي للمصالح التجارية. مساء الخير سيد رسلان. يعني كيف تنظر إلى هذه المعطيات؟ 176 ألف معطل عن العمل خلال الإغلاق الثالث، على ماذا تدل هذه المعطيات؟ مساء الخير مجد. المعطيات هاي بتدل صديقي على أساس أنه إحنا موجودين بمرحلة فيش بها استقرار. عدم الاستقرار اللي شفناه من الإغلاق الأول هو امتداد لإله صار في الإغلاق الثالث والمرحلة اللي إحنا طلعنا فيها من الإغلاق مبارح. راح يكون في كمان ارتفاع في نسبة البطالة، أعتقد كمان لسنة أو لسنتين من اليوم، عشان إنه الأضرار الغير مباشر للكورونا أو للضرر اللي صار على المصالح التجارية، وراح نشوفه راح نشوف أعقابه خلال الأشهر القريبة. يعني بعد الضرر، بعد ما وصل في مصالح تجارية، بعد ما وصل هالضرر في مجالات تجارية معينة، بعد ما وصل هالضرر هذول ضرر عندهم غير مباشر، فراح يوصلهم في الأشهر القريبة. فراح نشوف كمان أكثر ناس فاتين على مجال البطالة وعلى أداة البطالة للأسف. طبعا هاي أضرار الجائحة اللي كانت، على أمل أنه يكون في عندنا خطط خروج مريحة. نعم، ولكن أيضا من خلال المعطيات يبدو بأن جزء كبير من المعطلين عن العمل هم غير مسجلين أصلا من في الدوائر الرسمية، ولربما هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير داخل المجتمع العربي، هل توافقني بذلك؟ صحيح. بنحكي على معطيات اللي هي مخيفة. طبعا نحكي هنا على عطلين عن العمل غير مسجلين، ما في لهم حقوق، ما في حقوق رسمية، وهي طبعا خسارة أكبر لإلهم. وأنا مع التشجيع للمصالح التجارية هاي، وإنه كل الوقت يصير في عنا رفع معرفي، زيادة معرفي ووعي، لأنه نسجل الأشخاص اللي بيشتغلوا عنا في مصالحنا، في مصانعنا، في مشاريعنا التجارية، نسجلهم في دوائر رسمية الحكومية على أساس يطلع لهم حقوق في حال صار كمان خروج لإجازات معينة، أو حتى التعويضات اللي عم بيعطوها للموظفين كمان يكون إلهم حصة منها. نعم، يعني برأيك مع عودة الحياة ومع خطة الخروج من الإغلاق، ما هي نسبة المصالح العربية التي ستتمكن من العودة، أو لربما ما هي نسبة المصالح التي لن تتمكن من العودة لممارسة يعني العمل كالمعتاد؟ راح يكون في عنا في مجتمع العربي راح نشوف من 20 ل 25% من المصالح التجارية ما راح ترجع تشتغل. بالمقابل في عنا مصالح تجارية تتجدد وعم تنشأ، يعني راح يكون في عنا بنهاية السنة راح يكون في عنا فارق بسيط. مع انه كمان مره بحكي لك انه الاضرار الغير مباشره راح تؤدي كمان لاغلاق مصالح تجاريه في الاشهر والسنين القريبه علينا. يعني اعتقد انه من اليوم لسنتين 2022 23 راح نشوف كمان مجالات اللي تتضرر بنتيجه الجائحه هاي. يعني الضرر تبعها ما كان مباشر من الكورونا، راح يكون ما بعد الخروج من الكورونا. فراح يكون في عنا نسبة لحد 25% من المصالح التجارية بمجتمعنا اللي راح تتضرر. طبعا بشكل عام من غير كورونا نسبة المصالح التجارية المجتمع تتضرر تصل إلى 15%. نعم، نكتفي بهذا القدر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك رسلان غنايم، مستشار تجاري واقتصادي للمصالح التجارية. شكرا لك.